الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ونفخ عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم إنا نتوجه إليك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوسلين بجنابه، مستشفعين به لديك، فهو أرجى الشفعاء عندك يا رب العالمين. أن ترحمنا وتقبلنا وتسترنا وتوفقنا لما تحب وترضى، وتعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن تملأ قلوبنا حكمة وإيمانا ونورا ورحمة وشفقة. اللهم يا رب العالمين، نجينا من كل فتنة، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين على خير حال، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم خلقنا بأخلاقه الكريم، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا وفي الآخرة، وصحبته في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا على قدمه، وحققنا بحقائقه، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين وذريتنا وكل من سألنا الدعاء، واشف أمراضنا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج الكرب عن المكروبين، وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح قاتل الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وتكلمنا في مقدمة على صلاة الجماعة، أي حكم صلاة الجماعة، أي في المسجد أو في أي مكان، لأن قد تكون الجماعة في المسجد وقد تكون في أي مكان، كان تصلي في سوقك جماعة، أو في بيتك، أو في ملكك، أو في أي مكان في الأرض تستطيع أن تجمع مع مسلم أو عدد من المسلمين. فصلاة الجماعة ليست محصورة في المسجد فقط، لا شك أنها في المسجد أفضل، ولكن تجوز في غير المسجد. وصلاة الجماعة لها أحكام ولها شروط، وفي أعذار تسقطها وتحتاج إلى قدوة، وللقدوة شروط وغير ذلك، فيتناولها في هذا الفصل. وكنا قلنا أن صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة أي حكم الجماعة في الصلاة، حكم الجماعة في الصلاة فيها خلاف، هل هو سنة أم فرض؟ وعلى القول بسنيتها، هل هي سنة عين أم سنة كفاية؟ وعلى القول بفرضيتها، هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ ففيها الأقوال الأربعة. فقيل أنها فرض كفاية وهو الراجح، فرض كفاية وهو الراجح. وقيل أنها فرض عين وهو الراجح عند الحنابلة، أنها فرض عين على كل قادر يسمع الأذان. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين الإثم، سقط الإثم عن الآخرين. فإذا تعارف أهل حي على ترك الجماعة أثم الحي كله. فإن أقيم في الحي صلاة جماعة ولو عدد قليل سقط الإثم عن كل أهل الحي. ثم بعد ذلك إذا صلوا في بيوتين فصلتهم صحيحة مع الانفراد، ولكن لا يأثموا. ولذا بعض العلماء قالوا أن فرض الكفاية ثواب أعلى من فرض العين، لأن فرض الكفاية يرفع الحرج عنك وعن الآخرين، ففائدة متعدية. أما فرض العين فائدة محصورة عليك، يبقى اللي بيقوم بفرض الكفاية ثوابه عالي أعلى من اللي بيقوم بفرض العين. ليه؟ لأنه بياخذ ثواب الفرض لنفسه أولا، ثم بعد ذلك يأخذ ثواب رفع الإسم عن الآخرين، فكأنه تحمل عن الآخرين هذا الإسم. ولا شك أن العبادة المتعدية التي يكون ثوابها متعدي للغير
تكون في الغالب، في الغالب وليس في على على يعني ليس على الإطلاق، لأن في الأمر فيه تفصيل. فالعبادة المتعدية غالبا ما يكون ثوابها أكثر من العبادة المحصورة على القائم بها. واضح؟ فنقرأ، كنا وقفنا عند قول المحشي اللي هو الشيخ البيجوري بيعلق على قوله الأصح عند النووي أنها فرض كفاية، بيقول وقد تتعين. يبقى هي الأصح يعني الراجح أن حضور صلاة الجماعة في الصلوات ده فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم على الآخرين، زي صلاة الجنازة كده. لو واحد مات في وسط المسلمين وقام واحد غسله وقام صلى عليه، خلاص قاموا بحق، يسقط الإثم على، شوف لو واحد عمل. لكن لو سابوه كده مرمي ما عملوش حق، كل يأثم، كل المسلمين تأثم في الحي ده اللي هم عرفوا بموته. كويس؟ يبقى صلاة الجنازة أيضا فرض كفاية. فهو بيقول إيه؟ أن الإمام النووي صحح أنها فرض كفاية، لكن الإمام الرافعي صحح أنها سنة عين، سنة مؤكدة عين على كل إنسان. يبقى الإمام الرافعي في المذهب عنده أنها سنة مؤكدة عينية وليست كفائية. كويس؟ في الراجع عند الإمام الرافعي، ولكن الإمام النووي صحح أنها فرض كفاية. فبيقول لك هنا بيعلق على كلمة فرض كفاية دي الشيخ البيجوري، بيقول لك لا، دي أحيانا تتعين، وقد تتعين يعني تصير فرض عين على إنسان بعينه أن يعمل الجماعة لعارض، شيء يعرض عليه. إيه الشيء العارض ده؟ كما لو وجد الإمام راكعا وعلم أنه لو اقتدى به أدرك ركعة في الوقت، ولو صلى منفردا لم يدركه. يبقى دي صورة من صور تعينها. إمتى؟ أنا الوقت أخرت صلاة الظهر مثلا لحد ما خلاص قارب العصر يدخل وقته، وبعدين دخلت المسجد لقيت في صلاة جماعة للظهر والإمام راكع، وأنا لو نويت لوحدي وقريت فتحة وعملت ركعة هيدن العصر قبل ما كملت. فهمت؟ لأن خلاص العصر هيد، الراجل بيفتح الميكروفون وبيستعد وواقف هيأذن خلاص، وأنا ما صليتش ولقيت إمام راكع بيصلي ظهر، يبقى في الحالة دي متعين علي أن أنا أهتم به عشان أوفر فترة القيام اللي فيها قراءة الفاتحة عشان ألحق أدرك ركعة قبل ما يدن العصر. فهمت؟ يبقى في الحالة دي تتعين علي. لو عملت غير كده بقى آثم. شوف بقى، لو عملت غير كده بقى آثم ليه؟ لتضييع الفرض، يدخل وقت تاني علي. يبقى في الحالة دي علي أن أنوي مسرعا وأركع مع الإمام. يبقى أنا كده اختصرت من الوقت، لأنه ضاق الوقت، اختصرت فترة القيام وقراءة الفاتحة. أو أنا أستطيع أن أنا أدرك ركعة كاملة، هركع معاه وأقول سمع الله محمد وأسجد معاه سجدتين، يقول الله أكبر ويدفع للركعة اللي بعد كده، يروح مأذن للعصر، أنا أدركت ركعة من الظهر قبل العصر، يبقى إيه؟ صارت صلاتي أداء مش قضاء. دي صورة من الصور اللي تتعين فيها صلاة الجماعة. فبيقول بعد كده والمراد أنها فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين في أداء المكتوبة في الركعة الأولى. كل دي قيود خد بالك منها، كلام الفقهاء كالجواهر بيتوزن بالحرف، مش زي كلامنا كده نقعد على القهوة ونقعد في النادي ونقول أي حاجة. لا، الفقهاء دول كلام موزون لأنهم وارثين من النبي صلى الله عليه وسلم، تقدرش تيجي الحديث كده للنبي تحذف حاجة، لدرجة أن بعض العلماء حرموا الرواية بالمعنى. ليه بقى؟ لأن قد تروي أنت بالمعنى تقوم إيه؟ تقيد كلام النبي في معنى ضيق والنبي يريد أوسع، لأن أنت حترويه بالمعنى على حسب ما فهمت أنت، فهمت؟ مش على حسب كلام النبي. وعشان كده حرموا الرواية بالمعنى مذهب، وده الراجح عند البخاري وعند كثير من المحدثين، يحرم رواية حديث النبي بالمعنى لمن يعرف العربية حتى وخصائصه، حتى للي يعرف اللغة العربية وخصائصه برضه يحرم أن يروي بالمعنى، كلام النبي واحد. شفت ازاي بقى؟ ده معظم المحدثين رأيهم كده. بعض طائفة من المحدثين لما حصل الخيبة بتاعت الأزمنة المتأخرة وبقى الناس ما بتعرفش تحفظ، أجازوا الرواية بالمعنى بقيود شديدة. كويس؟ ده بالمعنى،
ليه؟ لأنه ممكن أنت تقول كلام النبي على حسب المعنى اللي أنت فهمته يكون أضيق من مراد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الفقهاء برضو لأنهم ورثوا من النبي دقة التعبير والمراد فتلاقي كلامهم دقيق، فشوف بقى كل كلمة من كلامهم لها قيود. فبيقول لك إنها فرض كفاية على الرجال عشان يخرجوا النساء. فهمت ازاي؟ يبقى كلمة مهمة، الرجال يخرج النساء والصبيان، يبقى مش فرض كفاية على النساء ولا على الصبيان، خرج بكلمة الرجال. والرجال يعني ايه؟ يعني اللي بلغ الحلم وطال، يبقى اسمه راجل يعني مكلف. الأحرار يبقى خرج العبيد والإماء، خرج العبيد بقوله الأحرار وخرج الإماء مع النساء بقوله الرجال، مش كده برضه؟ يبقى كلمة الأحرار مهم. المقيمين خرج المسافر، يبقى المسافر مش واجب عليه. كل كلمة مهمة ليها فيها احترازات. المستورين اللي هو عنده حاجة يستر عورته، يبقى فرض كفاية في حقه. طب افرض واحد فقير قوي لدرجة ما عندوش حاجة يستر عورته، يخرج في الشارع يبان عورته عشان يحضر الجماعة؟ نقول له لا، صلي في بيتك بقى، خليك ساتر عورتك في بيتك. فهم؟ يبقى لازم يكون عنده ما يستر عورتك عشان يحضر الجماعة. افرض ليس عنده ما يستر عورته، سقط عنه فرضية الجماعة، مش كده برضه؟ إلا إنه يبقى أعمى في وسط عميان، ودي صورة نادرة. واضح؟ غير المعذورين، هيجيب لك بقى أعذار ترك الجماعة. يبقى لازم ما يكونش عنده عذر من أعذار ترك الجماعة، هنقولها. في أداء المكتوبة، يبقى الكلام ده فرض الفرضية دي كلها الكفاية فين؟ في الصلاة المكتوبة، يعني الصلاة المفروضة. يبقى بنتكلم في صلوات الفرائض، مش في صلاة التراويح مثلا، لأن صلاة التراويح سنة، صحيح فيها جماعة لكنها سنة، فما أقدرش أقول عليها فرض كفاية. صلاة العيد سنة وفيها جماعة، يبقى كلمة المكتوبة خرجت صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة إيه؟ الكسوف والخسوف، اللي هي الصلوات اللي شرعت فيها الجماعة وهي سنة، وصلاة التراويح. فهمت؟ يبقى كل كلمة مهمة. في الركعة الأولى منها، في الركعة الأولى منها ليه؟ لأن أنا دلوقتي لو دخلت ونويت الصلاة عشان ما فيش حد في المسجد وقضيت ركعة كاملة، فلقيت بعد شوية وأنا بصلي الركعة دخل ناس عملوا جماعة، يبقى سقط عني فرضية إن أنا أنضم ليهم، ما أنا في صلاة خلاص. لكن أنا لو لقيت الجماعة مقامة وأنا في الركعة الأولى، يبقى فرض كفاية عليا ليا إن أنا أحضر الركعة الأولى. يبقى لو أدركت الناس وأنا في الركعة لسه الأولى قبل تكبيرة الإحرام، تبقى فرض كفاية. لكن أنا نويت وخلاص وبقيت في الثانية أو الثالثة، مش يا جماعة خلاص. كل كلمة دقيقة ومهمة. يبقى المراد أنها فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين في أداء المكتوبة في الركعة الأولى منها. كويس؟ هيوضح لك بقى المحترزات، هو احترز بإيه؟ بيقول لك فلا تجب على النساء بقوله الرجال، فلا تجب على النساء. طب والجنس اللي بين الستات والرجال اللي سموه خنثى، صحيح دول نادرين، يعني من كل 20,000 ولادة يطلع عيل خنثى مثلا، فممكن تلاقي في مصر مثلا في من كل بقى 20,000 اتولدوا هتلاقي واحد خنثى، هتلاقي برضو عدد كبير في الآخر يتكونوا في المجتمع. دول ما عليهمش فرض كفاية، مش فرض كفاية في حقهم، لأن لم تتحقق ذكرياتهم ولم تتحقق أنوثتهم. فهمت زي بين البنين واقفين في الوسط. ومثلهم الخناثة، لكن تسن لهم، ما تبقاش فرض كفاية في حقهم، دي تسن ليهم. فلو جت المرأة حضرت صلاة الجماعة لا سنة حلوة كويس، ده الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيش مشكلة احضاري وتبقى سنة حلوة كويس، تسن له لكن ليست فرض. ولا على الأرقاء بقوله الأحرار، يبقى خرج الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ساداته. ما تجيبليش بقى الخادم اللي عندك في المسجد ولا في المصلحة تقول لي ده مش عليه صلاة جماعة عشان مشغول بالخدمة، لا، لأنه ده حر مش عبد. فهم؟ العبد ده اللي كانوا زمان يشتروه من سوق النخاسة أيام ما كان في سوق عبيد، دلوقتي ما بقاش في سوق عبيد.
يبقى ولا على الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ساداتهم. ومثلهم إيه؟ المبعضون، اللي هو عبد شوية حر وشوية وشوية عبد. يعني إيه؟ يسموه المبعض. المبعض ده لما يبقى أنا وأنت عايزين نشتري حد يخدمنا، إحنا جيران بعض، أنت شقتك قدامي وأنا شقتي قدامك، وعايزين عبد يجي لنا يخدمنا، أنا ما عنديش إمكانيات أشتري عبد بتاعي، يبقى بتاعي، ولا عندي مكان أبيته فيه، لكن في أوضة مشتركة بيني وبينك تحت بير السلم. أقوم أتفق معاك أقول لك تيجي نشتري عبد بالنص وننيمه في الأوضة دي، يخدمك يوم ويخدمني يوم. فهمت إزاي؟ تقول لي موافق. نروح نازلين السوق أنا وأنت، ندور على واد عبد كده كويس، صحته حلوة، شكله كده عشان يخدمنا. نلاقي واد ب10,000 جنيه. تروح أنت دافع 5,000 وأنا 5,000، اشتريناه. تعالى يا ابني. هتنام أنت في الأوضة دي وهتخدم أنت الشقة دي يوم والشقة دي يوم. قول حاضر. جيت أنا لقيت الواد ده واد حلو كده وحافظ القرآن، واد عاجبني كده وفرحان بيه. أقول له يا ابني أنت إيه؟ أنا مش عايزك اليوم بتاعي، أنت حر لوجه الله. فيسموه مبعض. بقى يوم حر ويوم عبد. اليوم بتاعنا برأته لوجه الله. يسموه ايه؟ مبعض. يبقى برضو المبعض ده طالما عليه رق برضو يبقى ايه؟ لا تجب عليه الفريضة حتى في الايام الحر فيه. شفت ازاي؟ يبقى ده اسمه المبعض. ومثلهم المبعضون. المبعضون لكن تسن لهم برضو. يبقى اليوم اما يبقى فاضي لو حضر الجماعه خير وبركه. افرض ان انا مثلا العبد ده اسياده مثلا ما يزعلوش لو حضر الجماعه، يبقى يسن ليه يحضر الجماعه. قالوا له شوف يا ابني انت تخدمنا وكل حاجه، اقول لكن اول ما تسمع الاذان تروح تصلي في الجامع. هم اذنين له كده، يبقى في الحاله دي تسن له. فهمتني ازاي؟ ولا على المسافرين، لان قال المقيمين، يبقى ما تخشش في المسافر. والمقصود بالمسافر هنا سفر طويل مش سفر قصير. والسفر الطويل عندنا اللي تتعلق به الرخص الكاملة في السفر اللي هو 80 كيلو فما زاد. يبقى المسافر 80 كيلو فما زاد ده سقطت عنه فرضية حضور الجماعة. ولا على المسافرين إلا أن يكون سفر معصية، نقول له لا أبدا. سفر المعصية لا تنط به الرخص. سفر المعصية لا تنط به الرخص. كرجل يسافر من اجل ايه؟ قطع الطريق، او من اجل السرقه، او من اجل قتل مسلم، او من اجل الايذاء، او بغير اذن ابيه وامه، يبقى ده سفر معصيه. ابوه قال له ما تسافرش، راح مسافر. بس الراجل ده عنده 60 سنه وابوه عنده 80 سنه، يفضل برضه لازم يسمع كلام ابوه. شو انا كبرت بقى وبقيت على المعاش، هيفضل ابويا يعني يأمرني؟ برضه طالما ابوك عايش تفضل تحت رجليه. يا رب يبقى عنده 90 سنه وانت عندك 70 سنه، تفضل ابوك تسمع كلامه. يقول لك ما تسافرش، حاضر يا ابو، تفضل قاعد. ولو سافرت وانت عندك 70 سنه وابوك مش موافق، تبقى اسمك عائق، ويبقى سفرك ده سفر معصيه لا تنط به الرخص. لو في رمضان ما تفطرش ولا تقصر الصلاه، كويس، ويبقى فرض عليك تحضر الجماعات. يبقى الرخص لا تنط بالمعاصي. واضح؟ يبقى لازم ولا على المسافرين. طبعا تكتب القيود فوق المسافرين هنا بحيث الا يكون السفر معصيه. يسموه عاص بالسفر وليس عاص في السفر. يبقى في معصيه بالسفر وفي معصيه في السفر. المعصيه اللي في السفر لا تسقط الرخص. يعني واحد مسافر يشتغل في اسكندريه مثلا، لكن هو راكب القطر قاعد قاعد يعكس الستات، بيعصي ربنا وهو مسافر سفر صحيح، يبقى ده برضه يترخص لانه عاصي في السفر مش عاصي بالسفر نفسه. اللي عاصي بالسفر نفسه هو ده الذي لا يترخص، انما اللي عاصي في السفر مسافر وقاعد يشرب سجاير، واحنا راينا ان السجائر حرام من الصغائر وليست من الكبائر، لكنها حرام، يبقى عاصي في السفر يترخص برضه، ما يجراش حاجه، لانه عاصي في السفر وليس عاصيا بالسفر. واضح؟ يبقى هنا المقصود
ولا على المسافرين العاصين بالسفر، وليس في السفر، في فرق بين بالسفر وفي السفر، واضح؟ مركزين معايا ولا أنا يمين؟ ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق، لكن كل دول تسن لهم، ما فيش مانع لو حب يحضر الجماعة تسن، كل دول ما يجراش حاجة لو حضر الجماعة، لكن ليست فرض إيه؟ كفاية عليه. وإن نقل السبكي عن نص الأم أنها لا تجب عليهم ولا على وإن نقل السبكي عن نص الأم أنها لا تجب عليهم، يعني بيقول لك تسن لهم، وإن كان نقل الإمام السبكي عن نص كتاب الأم للشافعي أنها لا تجب، لأن نفي الوجوب لا ينفي السنية. نفي الوجوب لا يقتضي نفي السنية، واضح؟ لحسن تفتكر ان لما يبقى في الام الامام الشافعي يقول لا تجب عليه ان كمان يبقى مش لا يسن، لا، يبقى نفي الوجوب لا يقتضي نفي السنيه، واضح؟ ولا على العراة، لان احنا قايلين المستورين اللي هو ساتر عورته يعني، يبقى ليه؟ ها؟ دخل السبكي عن نص الام لا انها لا تجب عليهم ولا على العراة، بل هي انها لا تجب عليهم، لا دائما صلح ولا على العراة، يبقى برضو ايه؟ ليست فرض كفاية على العراة اللي هو ليس عنده ما يستر عورته، اللي هي ايه؟ من الركبة الى السرة للرجل، يبقى اللي عنده حاجة يلفها على جسمه نص التحتاني من جسمه بس، يبقى ايه؟ فرض كفاية له ان يحضر الجماعة، لكن ما عندوش دي كمان، او عنده حاجة لكن قصيرة تبين نصف فخذ، واخد بالك؟ يبقى ساعتها يسقط عنه فرضية حضور الجماعة. ولا على العراة بل هي والانفراد في حقهم سواء، يعني بل هي يعني الجماعة والانفراد في حقهم سواء، واضح؟ إلا أن يكون عميا أو في ظلمة فتستحب لهم، يبقى هي مباحة، لكن امتى تستحب؟ لو كانوا عمي او في وقت شديد الظلمة، محدش هيشوف حد، فيش انوار، كل ده يبقى تستحب لهم. ولا على المعذورين بعذر من اعذار الجماعة، ولا على المعذورين بعذر من اعذار الجماعة. ايه بقى الاعذار اللي تسقط الجماعة؟ خد بالك من الحتة دي لان قليل من الناس اللي يعرفوا. يبقى دي اعذار التخلف عن حضور صلاة الجماعة، تاخد بالك منها. ولا المعذورين بعذر من اعذار الجماعة كمشقة مطر، لو الدنيا مطرت مطر شديد والطريق زلق وانا خايف اما امشي اتزحلق اتكسر، يبقى في الحالة دي خلاص اصلي في البيت بقى، وده عذر من الاعذار اللي تجعلني اتخلف عن الجماعة، كمطر شديد. طبعا مصر ما فيهاش حتة المطر الشديد، نادر، لكن في بعض ارياف مصر بتبقى الارض زلق وطينية ما يعرفش يمشي، راجل كبير مثلا ما بيعرفش، يبقى ماشي في الارض اللي مش مطرة وبيبقى خايف لا يتزحلق، فما بالك بقى فيها مطر، يبقى لو مطر شديد ويخاف على نفسه يبقى خلاص. وشدة ريح برضه بليل، شدة ريح بليل نفس الحكاية برضه. وشدة وحل، افرض ما فيش مطر لكن المجاري طافح، او في فيضان مطالع المياه الجوفية طلعت من الايه وعملت وحل، اي سبب من الاسباب دي، يبقى نفس الحكاية، لان المطر امتنعك عشان الوحل، ده الوحل دلوقتي من غير مطر يبقى برضه يمنع، واضح؟ وشدة وحل. وشدة حر، لو المسجد بعيد وحمش انا في عز شدة الحر وما عنديش حاجة اغطي بيها دماغي، يجي لي ضربة شمس، يبقى بلاش اروح بقى الجماعة في شدة الحر الشديد، واضح؟ وكذلك شدة برد وما عنديش ما يغطي، لو خرجت في البرد الشديد ده انا متعود ان انا لو خرجت هيجي لي نزلة شعبية، هيجي لي التهاب او يجي لي كحة، فهمت ازاي؟ يبقى برضه ده كل ده يخليني ما اطلعش لصلاة الجماعة. وشدة جوع، يعني جعان جدا والاكل حاضر قدامه موضبين وهو مش قادر، او لو مشي هياكلوا الاكل ويضيع حقه، اذا كان قاعد مثلا في معسكر مع زمايله
وهم هياكلوا الوقت ده، وهم لما بياكلوا لا يذروا ولا يعني يمسكوا السفره يمسحوها، وهو بقى له جعان مش قادر، ولو فاتوا الوجبه دي ما فيش الا بكره، يبقى يقعد بقى ياكل بقى وخلاص بدل ما يغموا عليه، فاهم؟ يبقى شده جوع، كل الحاجات دي ياخد باله منها. لكن يفرض ان هو مش جعان، اموره مستويه، ما تفرقش معاه لو فاتت الوجبه، او يقدر يوصيهم ويشيلوا له حبه اكل وهو لسه مش جعان، ما يجراش حاجه، يبقى ما يسقطش عنه. يبقى لازم شده جوع وشده عطش، نفس الحكايه، شده عطش، لانه اصلا من مكروهات حضور الصلاه اصلا حتى ولو منفرد انك تصليها وانت جائع جوع شديد او عطشان عطش شديد، مش كده برضو؟ وشدة عطش بحضرة مأكول أو مشروب، كل ده لو كان الأكل جاهز والشرب جاهز وأنا جعان جدا أو عطشان جدا. لكن افرض إن أنا جعان جدا لكن مفيش أكل لأن أنا مفلس أصلا، طب أنا قاعد مستني إيه؟ ما أروح أحضر الجماعة وأخلص، فاهم؟ يبقى الكلام ده يسقط لما أكون جائع أو عطشان والأكل موجود والشرب موجود، لكن لو مش موجود طب أنا قاعد أعمل إيه؟ فهمت بقى؟ يبقى لازم بالقيود دي. لكن افرض ان الاكل بيطبخوه قالوا لي هيخلص بعد ساعة وانا عندي شدة جوع، طب ما هيخلص بعد ساعة اقعد انا اعمل ايه؟ اروح اصلي بقى وادعي يا رب يخلص مثلا، يا رب يستوي ما يتحرقش مثلا. ومدافعة حدث نفس الحكاية، عنده مغص شديد وعنده اسهال وبطنه مكركبة عشان لخبط في الاكل ولا اي حاجة، او كل من عند المطاعم اللي طالعه اليومين دول دي مليانه اكل مسمم، وبيقول لنا العيانين عندهم امغص مزمنه وعندهم بلاوي، واخد الاكل المسمم ده ويضيع السموم والزباله بالتوابل، يقوم ياكلك اي حاجه. لدرجه نعرف واحد اشترى سندوتش جمبري، جمبري من محل فخم في المهندسين، وهو بياكل كده بيفتح لقى بورس في وسط الجمبري، بورس متحمر كانه جمبري برضه، يعني بيعك، واخد بالك؟ فيبقى ايه؟ يبقى لو مدافعة حدث، عنده اسهال شديد، عنده مغص، عنده انفلات ريح، فلو حضر الجماعه وقاعد الريح يطلع منه يؤذي المصلين والناس تتريق عليه مالهاش لازمه، او مثلا عنده سلس بول، البول بينزل منه بينقط ما يروحش يحضر الجماعه وينجس المسجد، فهمت؟ او عنده برضه ايه البراز بيطلع منه غصب عنه يقوم يوسخ المسجد، كل دي احوال تخلي الواحد ما يحضرش صلاه الجماعه. يبقى ومدافعه حدث ومشقه مرض برضه، ومشقه مرض، عنده مرض شديد بيألمه، ركبه وجعاه، ظهره وجعه، جسمه وجعه، مكسور مجبس مش قادر يمشي يحضر الجماعه بسبب اي مرض من امراضه، برضه ده من ايه؟ من اعذار. وخوف على معصوم، خوف على معصوم يعني هو خايف على دم، لانه هو في بلد الصعيد وفي ناس متربصين بيه هيطخوه، مستخبين له في الدرة ولا في القصب بقى، في الدرة بحر وفي القصب في الصعيد، بيقول لك له مستخبيني في القصب يبقى صعيدي، مستخبيني في الدرة يبقى بحراوي، مش كده برضه؟ وهو مظلوم، لكن العيلة دي عيلة مفترية، ده مسلطين عليه ناس وقاعدين بالايه؟ بالفرفر مستنينه بس يطلع يديله، يبقى ساعتها ما يطلعش، يصلي بقى في بيته لحد ما ربنا يفرجه. وخوف على معصوم، وخوف من غريم له. افرض ان انا كنت مستلف من واحد وبعدين حل وقت ايه؟ سداد الدين، وانا لسه معذور مش عارف اسدد الدين، ولكل ما اروح الجامع اقابله يوم يبص لي كده او يقول لي او يعملني، وقاعد بقى يبستف فيا وانا اصلا معيش مش عارف، انا نفسي اسدد الدين بس مش عارف، فيقوم ايه؟ علشان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطره ويقول له ما تصليش الجماعه لحد ما تسدد الدين، فهمت ازاي؟ وخوف من غريم له، وبالخائف اعصار يعصر عليه اثباته، وهو معسر يعني ايه؟ معهوش امكانيات وفي نفس الوقت ما يقدرش يثبت له انه معسر، فهمت؟ وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو عنها بغيبته، او مثلا مطلوب القبض عليه في قضية وهو عامل استئناف
وهو بريء لكن مطلوب القبض عليه. فهو المحامي قال له اثبت في شقتك ما تخرجش اليومين دول لحد ما نقدم لك طلب استئناف ولا طعن ولا نقض ولا اي حاجه، واخد بالك؟ وهو منتظر انه يبقى بريء يبقى ما يخرجش للجماعه في الوقت ده. كل دي اعذار. وخوف من عقوبه يرجو الخائف العفو عنها بغيبته، وخوف من تخلف عن رفق، او لو كان برضه هو قاعد مع ناس، واخد بالك ازاي، والناس دي هتروح مشوار هتتحرك وهو مش عارف المشوار اللي هيروحوه، او هيركبوا عربيه مع بعض جماعه وخايف يروح يصلي الجماعه يرجع لهم جال اتوبيس وخدهم ومشي، فاهم؟ يبقى في الحاله دي برضه بقى دايما خايف ان يفوت الرفقه، يبقى في الحاله دي يصلي برضه. وفقد لباس لائق، افرض هو راجل مثلا استاذ في الجامعه ولا راجل قاضي ولا راجل كان شيخ مسجد كبير ولا علامه كبير ولا مهندس وراجل بتاع ولا يعني حاجه من اهل ايه، من اهل الهيئه، يسموهم اهل هيئه، يعني ما ينفعش يمشي في الشارع ببيجامه مثلا، يعاب عليه، هو نفسه ما يستحملش، واخد بالك؟ صحي الصبح لقى مراته خدت كل هدومه وحطت عليه بالغسالة، ايش الا البيجامه اللي لابسها المخططه، هينزل ازاي يمشي بالبيجامه المخططه دي وهم ده بيتكسف يقف في البلكونه بيها، فاهم؟ يبقى ايه، طالما مش لاقي لباس لائق ليه يبقى يستنى بقى، فاهم؟ شوف قد ايه الشرع فيه رحمه وجمال وحلاوه. وفقد لباس لائق. طيب، واكل ذي ريح كريه يعصر ازالته، كالكراد وفجل وبصل لما بقى نفسه تشمه يغمو عليك من ريحته، خلاص بقى ما يروحش الجامع يأذي الناس، مش كده برضه؟ يبقى واكل ذي ريح كريه، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من اكل منها فليعتزلن على الثوم وايه والبصل، الا ان يكون مطبوخ بقى فبيطلع ريحته يبقى ما جراش حاجه. واكل ذي ريح كريه يعصر ازالته، يصعب ازالته، ما عندوش معجون سنان يدعك وما عندوش الحاجات اللي هي ايه بياخدها كده يمصها تضيع الريحه الوحشه. وحضور مريض بلا متعهد، او هو عنده في البيت مريض وهو اللي بيتعهده، هو قاعد جنبه معاه بيراعي ابوه بيراعي زوجته بيراعي اي حد، واخد بالك؟ وما يقدرش يسيبه ويمشي، او مراته راحت الشغل وسايباله ابنه بيرضع، بتحصل الحكايه دي. يعني يبقى هو مثلا مش لاقي شغل ومراته بتشتغل ومراته مخلفه ابنه برضه، تقوم تسيب له الواد وتسيب له اللفف والرضعه وتقول له الواد اما يجوع اعمل له الرضعه ورضعه ويغيره، فبقت هي اللي بتخرج وهو اللي قاعد، ما يقدرش يسيب الواد يوقوق ولا بتاع، تحصل الحاجات دي في عصرنا لعلمك يعني. احنا عندنا حكيمات كتير كده، يعني جوازهم كانوا صنايعيه ومش لاقيين صنع قاعدين في البيت كده، فهمت؟ فممكن يحصل كده، بيقعدوا ساعات كده بالسنه والاثنين فين على ما ربنا يجبر مخبرهم ويلاقوا لهم شغل. فاذا كان في الفتره دي يبقى ساعتها برضه ما يسيبش العيل في البيت ولا هحضر الجماعه، يجي الواد يحبي يدخل المطبخ يشب على البانيو وهم مالين في البانيو ميه، يروح واقع يجي يلاقي الواد غرقان، بتحصل الحاجات دي ولا ما بتحصلش؟ يشب ويطلع على الشباك ويروح واقع من الدور الثامن، الله ما ينفعش بقى تقول احضر جماعه وبعدين ترجع تلاقي عيالك مقتولين، ما ينفعش كده، فاهم؟ يبقى برضه الحاجات دي. وحضور مريض بلا متعهد او كان نحو قريب محتضن، او قاعد جنب واحد قريبه بيطلع في الروح، فقاعد بيطيب بخاطره بيقرا له قران بيمسح عرقه بيهدي روعه، فهمت ازاي؟ يبقى برضه خلاص بقى مش واقف مثلا في العنايه المركزه بره على الباب ويقول اصل انا مريض جوه، طب ما انت اصلا ممنوع من الدخول اصلا، تضيع الجماعه ليه؟ ما تروح تصلي كده وادعي له زي ما نروح المستشفى، تلاقي على باب العنايه المركزه قرايب العينين واقفين، طب واقفين ليه والاذان ورا الاذان؟ تعملوا ليه انت؟ يقول لك اصل هنا جوه، يا عم انت تروح تصلي وادعي له، انت اصلا مش قاعد بتخدمه، فهمت؟ يعني مش تقرا الكلام ده تقول اه مثلا انا قاعد بقى جنب مريض بيحتار، انت اصلا ما بتعملوش حاجه، الكلام ده لو انت قاعد بتعلمه قاعد بتراعيه، فهمت؟ او كان نحو قريب محتضر او يأنس به، او قاعد مع ابوه مثلا الراجل العجوز الكبير قوي اللي هو يخاف يقعد لوحده، قال له يا ابني ما تخرجش كده خليك قاعد جنبي لحد بس ما اختك تيجي لحد ما
ما اولادك ييجوا ما تسيبنيش الوقت، والادام جه خلاص اقعد لانه بيع الناس بيك. والثمن المفرط، افرض الراجل سمين بقى 200 كيلو 250، بنشوف اوزان رهيب يجيبوه في عربيه نص نقل المستشفى لما يعي، لانه ما يقدرش يدخل من باب الارضي. فشغلانه كبيره. وساعات انت تشوف في برامج في التلفزيون يجيب لك العيان لدرجه يهدوا باب الحيطه الحجره عشان يعرفوا يطلعوه، لانه ما يعرفش يخرج من الباب. فربنا ينجينا. يبقى الثمن المفرط، واحد بقى ايه العرض عرضين كده، كما روي في خبر ذكره ابن حبان في صحيح. وحاجة تانية برضه، وزفاف زوجته في الصلوات الليلية. ليلة الدخلة، ليلة الدخلة ورايح قاعد في شقة جديدة مع مراته، أول مرة تسكن في الشقة الجديدة دي، وبالليل يسيبها بقى ويقفل عليها وينزل يصلي. طب ما هتترعب، لسه مش متعودة على المكان ومكان جديد، فهمت ازاي؟ فساعتها بقى يصلي في بيته، واخد بالك؟ في الزفاف. وزفاف زوجتي في الصلوات الليلية وغلبة النوم عند انتظار الجماعة. هو جاي مثلا كان سهران في شغله وما نامش، وبعدين عارف ان الجماعة في صلاة الفجر في الجامع بتاع اللي جنب بيته ده بيقعدوا يقيموا الصلاة بعد نص ساعة، والامام يصلي ربع في الركعة زي حالتنا كده، وشغلانه مش قادر اصلا يصلي طوله. يبقى ساعتها يروح ايه؟ يسمع الاذان يروح مصلي وينام، لانه خايف لحسن لو قعد يستنى يغلبه النوم فيضيع عنه الصلاه خالص، يفوقه على صلاه الظهر يضيع منه، فهمت؟ يبقى كل ده يخليه تسقط عنه حضور الجماعه. احمد مروع عمله بتعبان، وعارف هو شيء بيصحى المغرب بعشر ينام، على الاقل تكون له عاده على مذهب سيدنا عبد الله بن عباس. وعلى مذهب الشافعية رأيهم جميل، الشافعية إن العشاء وقتها بيدخل بغياب الشفق، يعني قبل الأذان اللي مكتوب في النتيجة هنا بحوالي نص ساعة. فيصلي المغرب ويقعد يختم الصلاة كده شوية، يصلي ركعتين السنة ويقوم يجيب العشاء، لأن دخل وقتها عند الشافعية. وبعدين ينام. دكتور، وهنا نتكلم على أعذار الجماعة ولا المسجد كمان يعني؟ أعذار حضور الجماعة مطلقة، سواء في مسجد أو حتى في بيته، لو كانوا بيقيموا الجماعة في البيت، واخد بالك؟ وهو برضه هيفوته هذا المراد. الى غير ذلك. يبقى اي حاجه فيها مشقه زائده حتى ما قالهاش الشيخ تسقط حضور الجماعه. سهل بقى، هو ادالك امثله بس لا يريد الحصر. انت بقى راجل يبقى عندك الحس الفقهي فتفهم المسائل، يبقى خلاص بقى تمشي الامور. سهل. لو مثلا محدش صلى جماعه خالص، كل اللي عندهم اعذار دول ما يبقوش اثمين. لو اهل الحي كله مدهولين كده يبقى سقط الاسم عن اهل الحي، لحد ما شويه منهم يخفوا، ولو اثنين بس يقدروا يقيموا الجماعه، يبقى ايه وجب على دول ان يطلعوا ويتعين في حقهم. يتعين في حق من ليس ناظر. ويحصل للمعذور فضل الجماعه. افرض بقى كل اللي فيه اي عذر من الاعذار السابقه دي كلها، هو اصلا متعود يصلي جماعه، لكن لما جاله العذر ده امتنع، ربنا يديله ثواب الجماعه وهو بيصلي لوحده. شفت الحلاوه؟ يبقى لازم الواحد طالما في وقت العافيه يواظب على الصلاه على اعلى حال، عشان لما يجيله تنقلب العافيه الى مرض او عذر، يقوم ربنا يكتب له فتره مرضه كله انه بيصلي جماعه. شفت الحلاوة؟ إنما هو أصلا ما كانش بيصلي الجماعة، وبعدين جه عيشة ربنا هيكتب له إنه كان بيصليها منفرد وخلاص، لأنه هو ربنا هيكتب له اللي كان بيعمله في حال عافيته. يشوفوا في حال عافيته كان يعمل إيه يكتبوه له، فاهم؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى أنت في حالة صحتك وفراغك تتعبر على أكمل وجه، عشان اذا زال الفراغ وصلت في شغل شديد يقوم ربنا يدي لك اللي كنت بتعمله في حال فراغ. لو زالت العافيه وبقيت في غير عافيه لاي عذر من الاعذار، والامور دي عوارض بيمر بها اي انسان،
دوم ربنا يكتب لك ما كنت تفعله في حال عافيتك. كويس، عشان كده الرسول بيقول ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويحصل للمعذور فضل الجماعة إذا كان قصده أن يصلي جماعة لولا العذر، كما جزم به الروياني. وإن قال في المجموع بعدم حصول فضلها له وفائدة العذر سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة، يبقى تسقط الكراهة على القول بسنيتها ويسقط الإثم على القول بفرضيته لو كان في العذر. واضح؟ ويدل للأول خبر أبي موسى كما رواه البخاري إذا مرض العبد، يدل للأول أنه هو ربنا يكتب له الجماعة مع عدم حضورها. الدليل جابوه منين الفقهاء الحديث ده؟ خبر أبي موسى كما رواه البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. كويس، ده كلام النبي جميل اهو، فيه الشفاء. ولا تجب في مقضية، يبقى ولا تجب الجماعة في صلاة مقضية فات وقتها، لا تجب، وإن كانت تجوز، يعني يجوز أعمل جماعة في صلاة مقضية ما فيهاش مشكلة، تجوز لكن لا تجب. ولا تجب في مقضية لكن تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها، تسن بقى في مقضية خلف مقضية من نوعها. يعني أنا بقضي ظهر وفي واحد بيقضي ظهر برضه، بس أنا بقضي ظهر امبارح وده بيقضي ظهر أول امبارح، لكن اتنين ظهر، يبقى يسن في الحالة دي إننا نصلي جماعة مع بعض. كويس، بخلاف مقضية خلف مؤداه أو بالعكس. مقضية خلف مؤداه، يعني أنا الوقتي علي ظهر والوقتي بيصلوا ظهر الوقت، ما فيش داعي إن أنا ظهر الأداء ده أصلي بنية القضاء. طب ما أنا علي برضو ده، يبقى أنا أصلي بقى فرض الوقت دلوقتي جماعة على أكمل وجه، وبعد كده بقى أقضي التاني. فهمت؟ وعشان كده قال لك إيه؟ بخلاف مقضية خلف مؤداه، يعني أداء، أو بالعكس، يعني أداء خلف مقضية. واحد بيقضي صلاة الظهر وأنا علي صلاة ظهر الوقت، يبقى برضو إيه؟ لا يسن إن أنا إيه أقتدي بيه، أقتدي باللي بيصلي صلاة الوقت أحسن، وإن كان يجوز، وإن كان يجوز. أو خلف مقضية ليست من نوعها، واحد بيقضي عصر وأنا بقضي ظهر، يجوز إن إحنا نصلي جماعة، يجوز لكن لا يسن. ليه؟ خروجا من خلاف من لا يجيز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأن الشافعية يجيز اختلاف النية وبقية المذاهب لا تجيز، والشافعي يحب يخرج من خلاف. واضح؟ فعلشان كده يقول لك لا يسن وإن كان يجوز، لو كان هو بيقضي صلاة وأنا بقضي صلاة أخرى يبقى لا يسن إننا نقتدي ببعض. ليه؟ لأن هتبقى صلاتنا بطلة على مذهب الإمام مالك وعلى مذهب الإمام أبو حنيفة، وهتبقى صحيح على مذهب الشافعي وقول عند الحنابلة، يبقى ما فيش داعي إن أنا أصلي صلاة بعض العلماء يقولوا لي إنها بطلة. فهمتني إزاي؟ خروجا من الخلاف. أو خلف مقضية ليست من نوعها كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك، بل تكون خلاف السنة وقيل تكره، لكن ما حدش قال إنها بطلة. واضح؟ ولا تجب في النفل، بل تسن في بعض. ولا تجب صلاة الجماعة في النافلة أصلا، في صلوات النافلة أصلا. كويس؟ بل تسن في بعضه، يعني بعض النوافل تسن فيها الجماعة ولا تجب، كالعيدين والكسوفين، اللي هي صلاة كسوف القمر والشمس، والكسوفين والاستسقاء اللي هي طلب السقيا من أجل المطر، والتراويح اللي هي الصلاة في رمضان في ليل رمضان. ويسن عدمها، يعني عدم الجماعة يسن فيما لم يشرع فيه الجماعة من النوافل، يسن عدم الجماعة
فيما لم يشرع فيه الجماعة من النوافل وإن كان يجوز. خد كلام فقهاء دقيق، زي صلاة الضحى، صلاة الضحى نافلة لكن لم يشرع فيها الجماعة، طيب لا يسن فيها الجماعة لكن يجوز فيها الجماعة، فلو صليناها جماعة صحيح، لكن لو خيرنا فنختار ايه؟ الانفراد اولى، لان هو ده اللي وارد. واضح؟ ويسن عدمها، يعني يسن يعني يستحب عدم الجماعة في بعضه، في بعض النفل يعني، كالرواتب، الرواتب اللي هي الصلوات السنن المتعلقة بالفرائض قبلية او بعدية سموها رواتب، يبقى ايه؟ يسن فيها عدم الجماعة، وان كان لو صلنا جماعة صح. واضح؟ لكن يسن فيها عدم الجماعة كالرواتب والضحى ووتر غير رمضان، لأن وتر رمضان بيصلوه مع التراويح فبيبقى يسن فيها الجماعة، لكن في غير رمضان لا يسن الجماعة في وتر. واضح؟ ولو نذره كان حكمه كما كان قبل النذر، فتسن في البعض الأول ولا تسن في البعض الثاني. طب افرض نذر النافلة فصارت في حقه واجبة، فطالما بقت واجبة يعني مفروضة عليه، يبقى ساعتها يسن لي الجماعة؟ قال لك لا، يفضل حكمه على الأصل وإن كانت واجبة في الحق. أنا نذرت إن أنا أصلي ضحى ركعتين كل يوم مدى عمر، فصارت صلاة الضحى بالنسبة لي إيه؟ واجب. فهل لما تبقى واجبة يبقى ساعتها يسن فيها الجماعة عشان بقيت الشيخ؟ كلام مهم الحاجات دي. ولا تجب في غير الركعة الأولى، ولا تجب في غير الركعة الأولى. ليه؟ لأنه لو عمل ركعة كاملة وأنشأ الصلاة منفرد وجت جماعة لا تجب في حقه وإن كان يسن، لا تجب في حقه وإن كان يسن عشان ما تفوتوش فضيلة الجماعة. يعني أنا دخلت المسجد بعد ما انتقضت الجماعة الأولى، فقعدت أتلفت كده وأسمع صوت الحنفيات في الميضة، يمكن ألاقي واحد متأخر زي عشان نعمل جماعة، مفيش. فرحت إيه؟ نويت الجماعة ورحت مصلي، خلصت ركعة وأنا في الثانية بصيت لقيت ناس جت دخلوا اتنين تلاتة وأقاموا الصلاة وعملوا جماعة، فهمت؟ وأنا بقيت في الركعة الثانية والإمام متقدم عليا، مش ورايا، متقدمين عليا بحيث أنا بقيت خلف الإمام ولو في مكان بعيد عن الصفوف، يسن لي أن أنا أنوي الاقتداء عشان أخذ ثواب الجماعة، يسن لي. بس أنا سابقهم بركعة ما يضرش، أنت هتقتدي بيهم وبعدين لما يجوا يجيبوا الركعة الزيادة اللي أنت أصلا جبتها ما تتبعهمش، ما تتبعش الإمام، تقعد بقى أنت تقرأ التشهد وهو يقوم يجيب بعد كده الركعة اللي عليه. وهل تنتظره حتى ينتهي فتسلم معه وتنشغل بالدعاء، أو تسلم وتخلص؟ الاثنين صح، الاثنين صح. واضح؟ لكن لا تجب طالما أنت عملت الركعة الأولى. واضح؟ ويدرك المأموم الجماعة أي فضيلتها مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. طب أنا الوقت أدركت الجماعة مع الإمام في جزء من الصلاة، امتى بقى اخد فضيلة الجماعة؟ افرض ان انا ادركته ورحت ناوي قلت الله اكبر، ورحت قبل ما اقعد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يبقى ادركت الجماعة ولا ما ادركتش؟ هي دي المسألة. طب افرض ان انا قلت الله اكبر ورحت قاعد قريت تشهد معاه وراح مسلم، يعني ما ادركتش معاه ركعة كاملة، يبقى ادركت الجماعة ولا ما ادركتش الجماعة؟ فهمت ازاي؟ ثوابها يعني فضيلة الجماعة، فهمت؟ ادي المسألة. فبيقول لك ويدرك المأموم الجماعة أي فضيلتها، فيدرك جميع فضيلتها ولو بلحظة كمن أدركها من أولها في عدد الدرجات، لكن درجات من أدركها من أولها أكبر قدرا. فهمت إزاي؟ يعني أنا أدركت الجماعة فضيلة الجماعة اللي هي التضعيف يعني، كويس؟
لو قلت الله أكبر رح الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام قبل ما حتى انزل عنده لحظة، يبقى أنا أدركت فضيلة الجماعة كويس. لكن اللي أدرك مع الإمام الأول أدرك برضو فضيلة الجماعة أكمل. طب أنا برضو هاخد التضعيف، بس يقول لك تضعيفك هيبقى درجاته من حيث العدد واحد لكن من حيث القدر مختلف، يعني راح ياخد 27 درجة من الدرجات العالية وانت هتاخد 27 درجة من الدرجات اللي أقل في القدر. لو ميزناها بالفلوس هياخد مثلا 27 يورو اللي هو حضر في الأول، واخد بالك، والتاني اللي حضر في الآخر هياخد 27 جنيه سوداني، يعني أزز بيهم لب، لكن 27 برضه. فهمت ازاي؟ بس ايه القدر قليل شوية، فهم؟ ده 27 ولا 27؟ ده 27 حاجة عالية كبيرة، وده 27 حاجة على قد حد، فهمت؟ دكتور أحيانا الواحد بيدخل الجماعة الأولانية في نهايتها، وفي ناس منتظرة الجماعة دي تخلص عشان يبدأ، فالأحسن الواحد يشترك مع الجماعة. بيسأل سؤال بيقول أنا دلوقتي أدخل ألاقيهم في آخر صلاة الجماعة الأولى بيقروا التشهد، فليه واحنا جاي داخلين عدد نقدر نعمل جماعة اتنين فأكثر، هل الأفضل في حقنا إننا ندرك مع الإمام لحظة في الجماعة الأولى ونكمل بقية الصلاة لوحدنا لأننا متأخرين، ولا ننتظر وإيه وننشئ جماعة جديدة كاملة كل الركعات ونحضر تكبيرة الإحرام وكله، فهم؟ خلاف في المذاهب، والراجع عند الشافعية الأولى الانتظار، واخد بالك؟ ولكن في مذاهب أصلا كالمالكية لا يجيزون إنشاء جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، يعني اللي يجي بعد الجماعة الأولى يصلي منفرد عند المالكية كده، لأنه لو صلوا جماعة يبقى طعنوا في عقيدة الإمام، كأنهم متعمدين يستنوا يخلص لأن الصلاة ورا بطل، يفتحوا باب فتنة. فهمت ازاي؟ فكأنهم بيطعنوا في عقيدة الإمام، زي الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان، احنا كنا في الجامعة ساعتها كنا نعرفهم ازاي، طلبة كانوا في الجامعة معانا كده متأثرين بفكر صالح سرية وشكري اسمه ايه ده اللي هو بتوع التكفير والهجرة بتوع زمان دول ايام السادات، كنا احنا ساعتها طلبة لسه في الجامعة والفكر ده كان منتشر بين بعض المهتمين بالدين، كنا نعرفهم ازاي يتلكع عن حضور الجماعة الأولانية مع انه فاضي، وبعدين يروح داخل يقعد واقف كده، قال يعني ايه بيشمر، قال يعني ايه بنطلونه، قال يعني بيلبس الشراب، حلقات كلها مفقوسة لحد ما الإمام الأول يسلم، وبعدين يروح ايه يقيم الصلاة ويتلم ورا بعض كده يروح مصلين مع بعض، لأنه يرى إن الإمام اللي بيصلي ده كافر. فالإمام مالك عشان يقفل الباب ده قال لك ايه مفيش جماعة غير الجماعة الأولى، لأن اللي هيصلي جماعة تانية كأنه بيطعن في عقيدة الإمام الأول ويقول إن الصلاة خلفه باطلة، وده يفتح باب فتنة. فهمت؟ ده رأي الإمام مالك. فإذا رأينا الإمام مالك وخرجنا من الخلاف يبقى نقول الأولى إن هم يدركوا مع الإمام ولو لحظة في إيه في الجماعة الأولى لو رأينا خلاف الإمام مالك. ولو لم نراعي خلاف الإمام مالك فنقول الأولى أن ينتظروا وينشئوا جماعة كاملة عشان يبقى حضر فيها تكبيرة الإحرام ويتعامل معاملة الدرجات الكبيرة بدل ما يتعامل معاملة الدرجات الصغيرة. فهمت ازاي؟ يبقى الأمر جاهز واسع، يبقى الأمر فيه سعة، في فقهاء تنظر ليها من جهة الخروج من الخلاف، وفي فقهاء لا تنظر من جهة خروج من الخلاف، وتنظر إلى إيه؟ إنك أنت لما تقتدي بالإمام من أول تكبيرة الإحرام سواء بقى عنك. يعني الاثنين صح، أيهما أفضل خلاف. فهمت؟ ولك أن تختار ما يناسب الوقت. فهمت ازاي؟ ما يناسب الوقت. افرض لو شاع في الزمان تكفير الأمة يبقى تدرك مع الإمام على طول حتى لا يسبك الظن، يبقى الأفضل في حقي في فترة شيوع الفتن إن أنا أدرك مع الإمام ولو لحظة لحسن يفتكروني إن أنا منهم. فهمت ازاي؟ ما افرض مثلا بتوع المباحث قاعدين عيون، ده بيصلي لوحده كل يوم ما بيصليش خلف أئمة المسلمين، يجي تقرير بمدة شهر يقول لك ده بيصلي لوحده ليه، تعال انت بتكفر الحكام ولا ايه، انت وزارة الاوقاف دي مش عاجباك ولا ايه، ايه حكايتك، انت بتعتبر الازهر دول كفرة ولا ايه حكايتك،
الطلبه اللي بتتخرج من الازهر يبقى ائمه مساجد بتعملهم كفار، تعالى هنا ويحققوا معاك وتبقى سين وجيم، يبقى مفيش داعي للمشاكل. طالما احنا بقينا في زمن فتنه يبقى الاول زالت الفتن وبقت الحكايه حلوه والمسلمين حلوين مع بعض. فهمت ازاي؟ يبقى ليه ان انا اختار الثانيه، ان انا اعمل جماعه من اول وجديد عشان احضر تكبير. يبقى كل انسان بيختار الحاجه المناسبه لزمانه ومكانه. واضح؟ فبيقول لك هنا ايه؟ وتدرك فضيلة التحرم بالاشتغال به عقب تحرم الامام مع حضور تكبيرة احرام. فضيلة حضور تكبيرة الاحرام دي مع الامام دي فضيلة كبيرة قوي، عالية قوي. لرجل كان الصحابة اللي تفوتوا تكبيرة الاحرام يعزوا ثلاث ايام، يقعدوا طيبوا خضروا ثلاث ايام، واللي يفوتوا الصلاة كاملة جماعة اولى يعزوا سبع ايام. شوف قد ايه يعني لما تفوتك تكبيرة الاحرام. طب افرض ان انا الامام كبر تكبيرة الاحرام وانا برضو في المسجد، بس انا ايه مشغول لسه بنشف بنزل الكم بتاعي بلبس الشراب بحط مش عارف ايه، انا حضرت تكبيرة الاحرام ولا لازم ابقى انا ايه بكبر الاحرام ورا الامام على طول؟ فهمت؟ ادي القضية اللي بيتكلم فيها الحتة دي. يقول لك انك انت تاخد فضيلة تكبيرة الاحرام لو انشغلت بها عقب تكبيرة الاحرام بتاع الامام. يعني الامام قال الله اكبر فانا مشغول باستحضار النية وبرفع ايدي بحول الله اكبر، يبقى انا كده حضرت تكبيرة الاحرام. لكن انا سمعته بيكبر تكبيرة الاحرام فقعدت اتلكع واتلكع زي ما بعض الجماعة بيعملوا هنا، مش هقول اسمهم، لحد ما الامام يقرب يركع في الركعة الاولى علشان ما يحضرش الامام قراءة الامام طويلة شوية بالنسبة له يعني، يقوم يستنى ويقعد يتلكع ويكلم العيال بره ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر يلاقي الامام قرب يركع الله اكبر ويلحق مع الامام. ده بقى فضلته، فاتوا فضيلة قراءة الفاتحة وفضيلة حضور تكبيرة الاحرام وفاتوا حاجات خير كتير. فهمت؟ قال يعني بيتلائم على ربنا يعني. والله خير الماكرين. انت اذا كنت زاهد في الخير فخلاص انت حر. فبيقول هنا ايه؟ وتدرك فضيلة التحرم بالاشتغال به عقب تحرم الامام مع حضور تكبيرة احرامه، احرام الامام يعني، لحديث الشيخين انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. فتعبيره تعبير النبي يعني بالفاء يدل على طلب العقبية، ان يبقى دور ده ما قالش ايه اذا كبر كبروا. شوف هو تنفع بقى اذا كبر كبروا، تحتمل وجود زمن بينه. لما اقول اذا كبر فكبروا يعني عقب، فالفاء هنا فادت. شفت بقى ان اليروي بالمعنى ممكن يغير معنى يريده النبي ولا لا؟ فلو قال اذا كبر كبروا اي بالمعنى، نسي الفه بس، تبتدي معنى مخالف لمراد النبي. مراد النبي فكبروا اي عقب تكبيرة الاحرام بتاع الامام. خدت بالك بقى ان الروايه بالمعنى قد ايه؟ قد تؤدي الى معنى لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كبر فكبروا، فتعبيره بالفاء يدل على طلب العاقبيه، فلو ابطأ ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه فاتته فضيلة التحرم مع الإمام. واضح؟ يعني هو اتأخر لحد ما قربوا قيموا الصلاة وهو مش متوضأ، فراح بقى أول ما سمع الإقامة جري دخل الحمام يتوضأ ويعمل، ففاتته خلاص فاتته تكبيرة الإحرام. بعد إذنك يا دكتور، يعني بعد ما حد يكون أنا داخل أصلي سنة حياة المسجد وانا في الاخر وانت ساعات بتيجي ومن فين الصلاه؟ ايوه اسيب الصلاة. لا ما تسيبش، تسيب هنا تتجوز. دي فايده بقى انك تبقى عارف اركان الصلاه، تقوم تعمل الاركان بس ما تعملش السنه. تعمل ايه؟ الاركان بس ما تعملش السنه، يعني انت في التشهد اهو واخد بالك، هما بيقيموا الصلاه مش عايز تفوتك تكبيره الاحرام، تقوم تعمل ايه؟ تقول النصف الاول من التشهد، وبعدين تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، السلام عليكم، مره واحده وكانك ايه. شفت ازاي؟ تقوم تدرك بقى.
طب افرض انا اقام الصلاة وانا في الركعة التانية انا كنت ناوي اربع ركعات سنة قبلية، فانا في الركعة التانية بقرا الفاتحة لقيتهم دخلوا اقاموا الصلاة، اروح اقري فاتحة من غير سورة، اقرا فاتحة من غير سورة واركع بقدر الاطمئنان وارفع واسجد بقدر الاطمئنان وقدر الاطمئنان واقرا التشهد بالطريقه اللي قلت لك وتسلم تسليمه واحده وتخليهم ركعتين مش اربعه، واضح؟ يبقى انت تتجوز فيها. هذه ميزه الفقيه انه يعرف ياخد يدرك فضائل كل حاجه وما يخسرش حاجه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من يريد الله به خيرا ايه؟ يفقهه في الدين عشان ما يقطعش ثوابه. فيقول لك هنا ايه؟ فلو أبطأ ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه فاتته فضيلة التحرم مع الإمام. نعم لو أبطأ لوسوسة خفيفة بألا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد عذر فيها بخلاف غير الخفيفة وهي الوسوسة الظاهرة فلا عذر فيها. واحد موسوس شوية في النية كده، الإمام على الله أكبر وده بقى نويت صلاة نويت صلاة، تلاقي الموسوسين ليهم حركات كده وبعدين يروح منزل إيده تاني، أنت بتقول خلاص حلو الحمد لله وبعدين يروح منزل إيده تاني ويبتدي من أول وجديد. الله أكبر. والإمام قرب وشغال وده لسه بيحاول، وسوسة طويلة أوي ما تلاقش يعني عيب كده، ده مرض. قول الله أكبر على طول وخش كده ما تخافش. هو بيقول الله أكبر وبعدين عيدها تاني، أصلا يمكن قلت أكبر بالجيم. الله يا عم أنت قلتها حلو زي الفل. فهمت إزاي؟ في ناس كده. فيبقى لو وسوسة خفيفة يعني كده على طول كده نويت الله أكبر بسرعة كده ماشي ورب يشفيك، تمشي برضه يبقى حضر تكبيرة الإحرام. بس انا كنت اعرف واحد كان بيصلي جنبي في مسجد قايتباي ربنا يشفيه من الوسوسه، كان يقعد يحاول في النيه دي وتكبيره الاحرام لحد ما الشيخ سعيد امام المسجد يقرا الفتح ويقرا السوره وده كانه بيحارب مش عارف مسكين والله، وشاب كان في الجامعه طالب يعني عنده مشكله ازمه في فربنا يشفيه. ازاي تشفى من الوسوسه؟ اولا تقاومها، دي أول حاجة عشان ما تركبكش، تقاومها خالص ما تهتمش ليها، قول الله أكبر كده بقلب جامد ما يهمكش، وأول حاجة تطلع هي أحلى حاجة ما تعيدهاش تاني. حتى لو جالك الشيطان يقول لك أصل الكف ما كانتش واضحة، خد بالك أنت جيت بعد البيه مديتها شوية حطيت لي ألف، أنت مش يجي لك الشيطان بقى يوسوسه. لا قول له اخسر هي صح كده ربنا هيقبلها منك، مالكش دعوة تطلع منها. الله لطيف بعباده. فهمت إزاي؟ أما تقاومها تضعف. تلاقي نفسك بعد كده تشفى. فهمت؟ يبقى أول حاجة نقومها، ثاني حاجة الفقه إنك تتعلم أحكام الصلاة إيه؟ وإيه المطلوب منك؟ وبعدين الاعتدال، وبعدين حضور صلاة الجماعة مع المسلمين، وبعدين حسن الظن بالله. إن ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. لازم تحسن الظن بالله ويبقى عندك ثقة في الله، وإن ربنا لطيف ورحيم، وإن ربنا بيقبل عذر المعتذر. ده بيقبل إنك تصلي في ثوب فيه نجاسة وأنت مش مدركها. وهو فيه نجاسة. في أكثر من كده رحمته واسعة، ده يقبل منك الصلاة لو صليت خلف إمام وضوءه منتقد وأنت ما تعرفش إن وضوءه منتقد. في أكثر من كده وربنا يقبلها منك. فالحكاية سهلة. فلما تحس كده إن ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة وإنه مش قاعد لك على الواحدة، ده لطيف بيك، ده هياخدك كده بعبلك كده ويدخلك الجنة، والحكاية كلها رحمة ولطف. لما تحس بكده بقى تقوم إيه؟ تلاقي نفسك الوسوسة تروح منك، لأن الوسوسة هي عدم ثقة في الله وعدم حسن ظن بالله. دي أول حاجة، مع جهل في الفقه، مع خلل في العقل. يبقى أسبابها ثلاث حاجات، أسباب الوسوسة ثلاث حاجات، عدم الثقة في الله وحسن الظن به، دي أول حاجة. تاني حاجة الجهل، إنه ما عندوش فقه في أحكام الصرف ومش عارف كيف تصلح وكيف تبطل. رابع حاجة خلل في العقل، يوم ساعتها ياخد إقراص بقى، نقول له خد لك انا فرانيل 75 ملي قرص بالليل كل يوم لمده 3 شهور. بيحاول يعالج شويه الوسواس اللي هو عندهم، وسواس قهري، يقعد يغسل ايده لو كل ما يسلم على واحد، كل مش عارف ايه
في ناس عندهم وسواس قهري كده، قبل ما يفتح الباب ويمس أكرة الباب يروح الأول يمسح أكرة الباب، وبعدين بعد كده يغسل إيده مطرح ما مسح أكرة الباب، وبعد كده يروح فاتح وبعدين يروح يغسل إيده علشان أصله لمس أكرة الباب، اسمه كلام بقى كل ده عشان يفتح الباب. بقى بيبقى غلبانين يعني، غلبانين يعني لدرجة أنا جات لي عيانة عندها وسوسة تقعد تغسل رجلها وتدعك في رجلها، لما عورت رجلها جابت الكلور اللي بيغسلوا بيه البلاط ده، عندها احساس ان رجلها وسخه وهي رجلها زي الفل، تفضل تدعك وتحط كلور. لما جات لي بعد عامله قرحه كده في الساق بتاع رجلها، قعدنا على رجلها في 3 شهور على ما خفت، كل ده المتوسوسه علشان هي رجلها مش نظيفه، حاجات كده خلل في العقل، مرض نفسي. فده بيتعالجوا بيبقوا كويسين ان شاء الله ربنا يعافيه. يبقى تاخد بالك من ايه، من مواضيع الوسوسه دي، فربنا ما يوقعكش فيها. انا اعرف واحد صاحبي كنا في 5 طب، وكنت انا قعدت في المدينه الجامعيه كده كام شهر في سنه 5، كان يخش يتوضا عشان يحضر صلاه الفجر، كان الدور بتاعنا عاملين مصليه كده نصلي الفجر في جماعه، احنا نخش هو قايم قبل الفجر بنص ساعه في الميضه، كل الدور يخش يتوضا ويطلع ونصلي والشروق قرب وده لسه في الكابينيه، بتعمل ايه؟ بتولد غلبان، كان غلبان غلب يا على عشان يغتسل، تلاقي الدنيا حالها بحار نازله بحار كل ده ولسه حاسس ان الميه ما بلتوش، الله نهر النيل ولسه ما بلتكش الميه، فربنا يشفيه ويعافيه. والله ما اعرف اخباره ايه، ده دفعتي اتخرج، كان دفعتي في سنه 5 زيه، ربنا يكرمه ويشفيه، أكيد إن شاء الله يكون خف أو مات بقى واستريح من اللي كان فيه. فبيقول لك لو أبطأ لوسوسة خفيفة بألا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد عذر فيها بخلاف غير الخفيفة وهي الوسوسة الظاهرة فلا عذر فيها، ويسن أن يقف المأموم على يمين الإمام. يبقى لو أنت بتصلي 2 بس تقوم تقف على يمين الإمام، فإن جاء آخر فعن يساره، وأول ما يجي يقف عن يساره يتقدم الإمام أو يتأخروا الاثنين. خد بالك لأن الناس بتغلط غلطة كبيرة، أول ما يجي أنت بتصلي وجنبك واحد مأموم أهو واقف جنبك، يوم يجي هو يروح واقف وراك ويروح شد وبعدين هي ينوي، هي دي غلط لأن أنت بتشده إزاي وأنت غير مصلي، فأنت خليته يتحرك حركة لغير مصلحة الصلاة، لان لما اتحرك وارجع كده وانت لسه مش مصلي احنا الاثنين مش زي بعض، انا منشغل بالصلاه وانت لسه ما دخلتش في الصلاه، يبقى انا حركتي دي حركه لغير مصلحه الصلاه، فهمتني ازاي؟ فالاولى ان انا اعمل ايه، اقف على يسار الامام الاول، هو واقف على يمين اقف انا على يسار الامام، وبعدين اكبر، وبعدين لو كان الامام راكع اركع معه عشان ادرك، لان في ناس كمان بتفوتوا الركوع علشان كده مستنيهم قال يرفعوا علشان يشدوا، مش كده برضه بتحصل ولا لا؟ بتحصل، كل ده جه يقوم يضيع منه فضيلة حضور الجماعة الركعة الأولى أو يدرك ركعة كاملة. يبقى الحالة دي إن أنا بعمل إيه؟ بقف على يسار الإمام وأنا نويت الحمد لله وبقيت كويس، بقينا كلنا بنصلي كده حلوين زي بعض، يا إما نرجع إحنا الاثنين ونعمل صف إذا كان المكان يسع للرجوع، ده مفرد إحنا ورانا حيطة نعرفش نرجع، يروح الإمام متقدم، واضح؟ يبقى إما الإمام يتقدم يا إما المأمومين يرجعوا ويعملوا صف خلف، بس بعد ما يكون نوى الثاني، فهمت إزاي؟ الحتة دي مهمة، لأن في ناس كتير يغلطوا فيها. نفس الحركة دي بتحصل لما يكون في صف موجود وواحد هيبقى هيجي لما يكون برضو واحد هينشئ صف منفرد والصف وإمامه كامل، يعمل إيه برضو؟ هيروح واقف خلف الصف وينوي، وبعدين اذا كانوا راكعين يركع، وبعدين لما يقولوا سمع الله ومن حمده يمد ايده يجيب واحد خلف، كويس؟ طب هو يعمل الحركه ليه بقى؟ خد يجي حد ثاني، طب ما يستنى لما يجي حد ثاني والله. لو كان سامع صوت في واحد داخل او في حنفيه شغاله واحد بيتوضا ما يشدش حد خلاص، لانه عارف انه هيجي يدركه، لكن افرض في مكان محصور وحتى ما فيهاش صريخ ابن يومين مقطوع وانا دخلت ولقيت الصف كامل وما فيش صوت حنفيه ولا حاجه، فهمت ازاي؟ بساعتها انا اسحب واحد
وبس بعد ما اكون نويت. طب لو ما فعلش كده وصلي لوحده منفرد تبقى تصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء، ولكن هل فيها التضعيف ام لا؟ فيها خلاف، لكن صح الاقتداء. صحت الجماعه بلا تضعيف على بعض المذاهب، وتصح بالتضعيف على مذاهب اخرى. واضح؟ يبقى فيها خلاف لكن تصح. أما الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى معناه ايه؟ اي لا صلاة مضاعفة، يبقى نفي التضعيف وليس نفي الصحة لمن قال بالصحة. بنفي ايه؟ فهمت ازاي؟ يعني نفي الكمال وليس نفي الحقيقة. ويسن ايوه على مذهب الشافعي يبقى فيه بس همسة، يبقى كعبه عقبه خلف عقب الإمام، همسة كده عند الشافعي. وبعض المذاهب يقول لك بمحاذاته بالظبط، بس الشافعي أحرج. ليه؟ لأنك لو كنت جنبه بالظبط وجيت في حركة من الحركات تقدمت عليه لحظة تبطل صلاة، يبقى الأحوط تبقى يعني خلفه حاجة بسيطة. ويسن أن يقف المأموم على يمين الإمام، فإن جاء آخر فعن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخر أو يتأخران، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران هما يعني. وأن يصطف ذكران خلفه. كامرأة فأكثر. كويس؟ يبقى المرأة تصطف خلفه. ما فيش المرأة تقف بجوار الإمام. افرض هو وامرأته، هو وبنته، هو وامرأة أجنبية عنه، لكن في مكان ما فيهوش خلوة. يبقى ما تقفش جنبه. تقف صف خلف. واضح؟ يبقى المرأة تكون صفا والرجل لا يكون صفا. واضح؟ وأن يقف خلفه رجال، يعني يقف خلف الإمام رجال فصبيان، إن استوعب الرجال الصف، فخناثة فنساء بالترتيب كده. يبقى الترتيب رجالة وبعدين صفوف صبيان، وبعدين بعد خلف الصبيان الخنافة، وبعد خلف الخنافة النساء. واضح؟ هنا إن استوعب رجال الصف يعني لو أولاد صغيرين دخلوا الصف نص بس صف موجود يكملوا بقى بشرط أن يكونوا مميزين. والتمييز إن هو يعرف أحكام الصلاة. فهمت إزاي؟ عشان ما يشغلش اللي حواليه. ده اللي قول النبي ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا كان كده من أولو الأحلام والنهى عيل كده راكز حلو كده حافظ قرآن ومحترم ويقف حلو، يبقى يكمل الصف يجرى. وكره الانفراد عن الصف إن وجد سعة، وإلا أحرم لو لم يجد سعة، أحرم ثم جر إليه شخصا من الصف أحرم، يبقى يشوف ما يجرش قبل ما يحرم، ما يجرش، وده خطأ شائع. يعني افرض واحد شدك في الصلاة وهو انت سمعته انه ما احرمش، ما تسمعش كلام. طب افرض انه شدك كده ورجعت، وبعدين هو جاي ويفتكر انه مش متوضى، يطلع يتوضى ويسيبك لوحده، يبقى خمك ولا ما خمكش؟ مش بتحصل ولا ما بتحصلش؟ تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. فيبقى الواحد ما يتحركش. لحسن ايه لو واحد عصبي بقى يروح سايب الصلاه ويطلع يتخانق معاه؟ ما هو في ناس عصبيين. والا احرم ثم جر اليه شخصا من الصف ليصطف معه. وسن لمجروره، للمجرور ده اللي انت هتجره، مساعدته، ان يطوعه يعني مش يعصب معاه بقى ويقرفه. هي يعني مجرد كده اشاره خفيفه ترجع. وإنما كان الوقوف على يمين الإمام أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الرحمة تنزل على الإمام ثم على من على يمينه، الأول فالأول، رواه أبو الشيخ في الثواب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله في غير الجمعة قيد، هنقرأ ده يوم السبت القادم إن شاء الله في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في هذا المسجد بإذن الله بعد صلاة المغرب إلى ما بعد العشاء بحوالي ساعة كده، وهيبقى في مجموعة حلوة من الناس المدحين ومن العلماء، وهيبقى كمان في أكل وفتة ويمكن رز بلبن
لو لقينا رز بلبن من غير سيراميك. مش عارف انا حكايه السيراميك اللي بيقولوها دي، هل دي ممكنه يعني ولا دي تهويل صحفيين؟ تهيألي تهويل صحفيين والله اعلم يعني، والا كان الواحد يبقى مبلط في الخط، لان الواحد بيشرب اللبن بقاله مده، فكان زمانه بيبقى مبلط. حاجه سبحان الله الله اعلم. فبالتالي اشاعات. لكن على اي حال هذا لا يمنع ان كان في بعض الجبن كنت اشتريها اقول لك دي جير صرف، تيجي تدوقها كده تحس انها جير صرف، بعض الجبن كده الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الله الكثير.